بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم طلابي في مادة التربية الإسلامية للصف الثالث. عنوان درسنا لليوم الصلوات المكتوبة والمسنونة. طلاب الأعزاء، بعد أن انتهينا من الجزء الأول والجزء الثاني للصلوات المكتوبة، نبدأ بإذن الله درسنا لليوم الجزء الثالث والأخير لدرس الصلوات المكتوبة والمسنونة. أهداف الدرس أن يطبق الصلاة عملياً وأن يرسم خارطة ذهنية لدرس الصلاة. لدي فكرة، ما رأيك يا صغيري أن نشاهد ونتعلم؟ هيا بنا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ننتهي يا صغاري من أداء الصلاة. نذكر الله بعد صلاتنا، فنستغفر الله 3 مرات، ثم نقرأ آية الكرسي،
ونقرأ المعوذات الثلاث، سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس مرة واحدة، ثم نقول سبحان الله 33 مرة، ونقول الحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، ثم نختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير مرة واحدة. طلاب الأعزاء، لنرسم معا خارطة ذهنية تحتوي على كل ما درسنا في درس الصلاة. فالصلاة أولا قلنا تنقسم إلى قسمان، الصلوات المكتوبة والصلوات المسنونة. فالصلوات المكتوبة هي التي فرضها الله علينا في اليوم والليلة، وهي الخمس صلوات. أحسنتم، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الصلوات المسنونة هي ركعتا الفجر وأربع قبل واثنتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وآخرا ركعتان بعد العشاء. ما رأيك يا صغيري أن ترسم خارطة ذهنية لدرس الصلاة حتى تحفظها جيدا؟ من يقبل مع الجدول بالسنن المطلوبة؟ تعرفنا في صلواتنا المفروضة الخمس هناك صلوات لها سنن قبل أو بعد الصلاة، فلنبدأ. صلاة الفجر، من يذكر لي سنة صلاة الفجر كم ركعة؟ أحسنت، ركعتان. وأما صلاة الظهر، من يتذكر؟ أحسنت، أربع قبلها وركعتان بعدها. وصلاة العصر، أحسنت، لا يوجد لها سنة. أما صلاة المغرب، لها ركعتان بعد الصلاة. لنتأكد معا من فهمنا لدرس الصلوات المكتوبة والصلوات المسنونة. اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي: الصلاة التي ليس لها سنة راتبة، العصر، المغرب، العشاء. من يجيب؟ بارك الله فيك، صلاة العصر. عدد ركعات صلاة المغرب: ركعتان، ثلاث ركعات، خمس ركعات. أحسنت، ثلاث ركعات. عدد ركعات صلاة العشاء: ركعتان، ثلاث ركعات، أربع ركعات. بارك الله فيك، أربع ركعات. عدد ركعات صلاة الفجر: ركعتان، ثلاث ركعات، خمس ركعات. شكرا لكم لاستماعكم للدرس طلاب الأعزاء، ولا تنسوا حل الواجب واستذكار درسنا ولنطبقه كل يوم ونحافظ على صلاتنا. بارك الله فيكم.